برنامج برعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية. الأردن مملكة الزمن. اهلا وسهلا فيكم مشاهدي ومتابعي قناة اقرأ الفضائية بحلقة جديدة من خطوة عزيزة. زي ما شايفين اليوم احنا موجودين في اجمل موجودين اليوم احنا في وادي شعيب بالتحديد في محافظة السلط وبالتحديد بادق التفاصيل عند يا ابن الحلال. خلينا نكمل ريقو حق ام عمر يا ابن. طيب ها اذوق طيبة قاعد تصور. يمشي يمشي دقيقة دقيقة. احنا موجودين اليوم في بيت ميسر لحياري ام عمر. هذا المشروع الصغير اللي نشأ منذ 12 سنة. اليوم راح نذوق المأكولات السلطية الأصيلة اللي كانت على ايام اجدادنا وكانت على ايام فين. تعالوا معي. منبهل انت السلط وطبخ بيت ولسه في بعد. والله يا خالتي غلبتي حالك ما في له داعي. لا والله يا خالتي لا غلب ولا عبالها يميت. اهلا وسهلا بيكم والله شرفتونا. والله وادي شعيب اليوم نورت وجودك. خطوة عزيزة يا خالتي. خطوة عزيزة عايزة. خطوة عزيزة عايزة من برا وجهة هذا. خطوة عزيزة والله يسعدهم السعودية. خطوة عزيزة بمكان عزيز والله يوم عمر. الله يكثر خيرك والله يوم عمر. شو هالجمال يا حجة. والله هذا فطور فلاحي زي ما جداتنا كمان زمان كان يطبخين. انا بسوي كل شغل ايدك. كله شغل ايدي والحمد لله رب العالمين. منين ما اجى بيجيني من امريكا بيجيني من السعوديه بيجيني من الامارات قطر من كل دول العالم. يعني ما توصلك معلومه انت مش اول واحد تجي من برا. لا والله يا ام عمر ترى 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 هذا مزعلن. ليش والله مزعلن ام عمر. الاردنيه ما بزعلوا حدا. وقفت معي ما بزعلوا حدا. هو يزعلن. طيب هو بيمزح معك. الله خالتي اشرح لنا هيك بس بشكل بسيط عن الاكل الموجود. يلا خلينا نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الرشوف اللي اجدادنا زمان كانوا عايشين عليه. رشوف يا رشوف يا شربت عدس. هاي اكلتنا وحبت الزيتون غيره ما بيش كان. ما شاء الله فيها البركه. زبده لبنه مقدوس جبنه لبن رايب هذا اكلنا اللي كان زمان. نعم. غير هيك ما في. طب بالنسبه للزيتون وهي الشغلات كلها بزراعه ارضك وفي بيتك ولا مثلا؟ والله يا سيدي العزيز انا زراعه ارضي كلها دلمين ما تكفيش بس الاصل من ارضي واذا مش من ارضي ارض جيراننا زي ارضي. ما شاء الله ابدا ما بشتريش من برا. قديش لك على هذا المشروع؟ صار لي بمشروعي هذا 12 سنه. اجتهاد شخصي. اجتهاد شخصي والله. لما سكننا هون انه لا مي ولا كهرباء والحال على الله الحمد لله وبلشنا نشتغل والكريم قال خذ. طب شو رايك تفطري معانا؟ والله بفطر يا انا بحصل لي الشرف اني افطر معك. الله يزيدك شرف. هذا الرشوف صح؟ هذا الرشوف. هذا عباره عن ايش؟ هذا عباره عن جريشه وعدس وعليه لوف ورقيطه. اصبري الحين اللوف وشو؟ بده ترجمه. اللوف عشبه تطلع على الجبل بس من الطبيعه من رب العالمين. هنا موجوده بس بالصوت. موجوده هنا اطلع على الجبال هاي كلها والمها بتلميها. هي وحواش المنسى. انت تروحين ام عمر؟ انا اروح والقط بيدي والله. الله يعطيك الصحه. الله بس يطلع الربيع كل ما اشوف حالي فاضيه شوي اروح.
أبداً. حتجي الأيام هاي هسه دليفري، بوصل دليفري. لا، إذا ما من لا يهوى صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. بس أكثر من هيك ما في كلام. خلنا نصب الشاي. هذا الشاي على الحطب. هذا الشاي على الحطب. بقوم من الساعة 4. ما شاء الله. بعجن، بخليني يخمرن، بشرب لي فنجان قهوة. صح. يخمر العجينات وبصلي أول شيء. طبعاً. الله يتقبل. وبعدين بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بطلع على الصاج أخبز. بخلص الخبز من هون، بحط بريق الشاي عليه من هون. على الجمرات، على النارات، على هدا، على الحطب، على الهدا. ما بيقولوا ضيوفي بسم الله بدنا يجي ولا كل شيء جاهز؟ ما شاء الله. تحب يا اخوي تحلي الشاي؟ ما يا ريت. واحدة ولا ثنتين؟ واحدة ونص. واحدة ونص. غلبناك والله يا ام عمر. لا والله غلبتك راحة. يا هلا بضيوف الرحمن. كل هذا شغلك يا حجة. كامل كامل كله شغل بيتك. والله ما عندي إشي مش شغلي. ولا مستعد أبيع إشي مش شغلي. طب احنا بدنا نذوق. احنا بيجوا بفطروا عندي وبعدين بفوتوا يتسوقوا. ما شاء الله. عندك كمان جوا زي بازار صغير عملتيه. بالضبط. طيب. زي معرض. عشان هيك دائم. خلينا احنا نفطر تحت الهواء. يلا. وبعدين نفوت على المعرض. اصبر عندي ماشي. عندي كم سوالخ بس يا اخي. من ام عمر افطر يا اخي بدنا نفطر. والله بدي اسال سؤال. من اعز شخص جاء لامك هنا بالمطعم؟ اعز شخص جاني هنا بالمطعم الملكه رانيا. جت الملكه رانيا. والله يا حياها الله، والله اجت وقعدت وافطرت ودعمت هالنسوان 25 مره كنت انا مدربهن ومعلمهن. من زمان اجت؟ زمان قبل كورونا. قبل سنتين وشي يعني. وبعديها ردت بعد اللي بعد البازار. خليها البستي، خليها جزء من برنامجنا. بعد ما اجت عندي وتعرفت على منتجاتي واخذت اشترت من كل منتجاتي ودعمتني ب 10,000 كمان. ما شاء الله. والله. وسويت قعدتين، قعدة فوق وقعدة تحت، واستنى بيها تيجي تتفرج شو سويت بمصاريها. ان شاء الله بتجيكي. ان شاء الله بتجيكي. بيجي معها الملك المره الجايه ان شاء الله. يا رب والله عزمتها. وبعد بعد بعد ما بردوا حدا راح يجيكي. والله بعد بشهر، بعد بشهر اخذتني على العمره، كانت احلى عمره بالحياه. الحمد لله. يعني فندق 5 نجوم، طيارة، اللي عمري ما حلمت أركب طيارة لأن الإمكانيات ما تسمح. صحيح طبعا. والحمد لله رب العالمين انبسط. قولي من أكل إيدك. سلم إيديك يا رب. الله يسلم. سلم إيديك من إيد ما نعدمها يا رب. إحنا وإياك. خليك لأهلك يا رب. الله يسلم عمرك. يفرحوا بيك وتفرح بي إن شاء الله. يا رب إحنا وإياك. معناته حجي خلينا نفطر إحنا. يلا يلا. بعديها حنفوت على البازار. بسم الله. شباب الله يعطيكم العافية، خلينا نفطر. بعد هالخضار والجمال والطريق، كيف الطريق اول شيء؟ حلو. اول طريق انبسط بما ناصل. واحنا بالطريق انا ما بدي اطلع من السلط، ما بدي اطلع من السلط. انا مبسوط. الطريق هذا لو تمشي 10 ساعات انا مبسوط، بس نهار، ليل لا ما بيجي. طيب انا ماخذك اليوم حلو عند قبر النبي شعيب والمسجد كمان اللي موجود داخل يعني ساحة القبر. عليه السلام. عليه السلام، شو رأيك نفوت نشوفه ونصلي ركعتين جوا؟ ماشي. ماشي. بسم الله. احنا الان موجودين عند قبر النبي شعيب عليه السلام. انا والفهيد. الفهيد شعورك بدايه؟ انا اول ما شفت الايه والى مدين اخاهم شعيب فاستشعرت استشعرت الايه بوجودك في هذا المكان، الايه بوجودي بالمكان، بوجود النبي. بما انه احنا مش اهل الاختصاص خلينا نجيب اهل الاختصاص. احلى شيء. رحب بالدكتور بتجاه العربيات يعطينا كل المعلومات عن قبر النبي شعيب. يعطيكم العافيه. الله يسلمك. احنا شايفين انه احنا في 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 مكان وفي مسجد كمان. نعم. في نفس المكان. نعم. هذا المسجد كان مقام قبل؟ لا لا، المسجد اقيم بجانبه. نعم. فهنا وجود القبر والمسجد في الناحيه الثانيه بجانب. نعم. طب في شيء معين تاريخي ممكن نذكره عن هذا القبر
بالتحديد يعني قبر النبي شعيب؟ نعم. يعني هو بلا شك انه اول شيء قصة سيدنا شعيب. نعم. سيدنا شعيب بعث الى قوم مدين، والى مدين اخاهم شعيب. فسيدنا شعيب عليه السلام بعث الى هؤلاء القوم لما كان عندهم من مخالفات، في يبخسوا الميزان ويتلاعبوا في الموازين، فأمرهم طبعا قبل ذلك كانوا يعني مشركين، فأمرهم بتوحيد الله. نعم. وعبادته، وكانت هذه دعوته عليه السلام. طبعا الإقساط خلينا نحكي، وإنه يقسطوا وإنه يكونوا مثلا عادلين. نعم. في موضوع الميزان. قال ولا تبخسوا، ولا تبخسوا الميزان، ولا تبخسوا الناس أشي، ولا تبخسوا الميزان، ولا تبخسوا. نعم. نعم. طيب الناس بتتردد على هذا المكان من جميع أنحاء العالم، من جميع أنحاء العالم يعني شرقا وغربا، خصوصا المسلمين الأعاجم. نعم. يعني يأتون من باكستان، من تركيا، من كل بقاع المسلمين يأتوا إلى زيارة هذا المكان. شو رأيك فيه؟ شيء جميل. يعني طبعا النبي شعيب ذكر بآيتين بالقرآن. نعم. نعم. له هيبته المكان. طبعا له، طبعا له هيبته. يعني هذا نبي الله أول شيء، ثاني شيء يعني احنا جدا سعداء انك معنا اول شيء دكتور. الله يسعدك. وانا سعيد اكثر بحضورك. الله يسلمك. احنا حابين كمان نصلي ركعتين في المسجد اللي موجود بجانب قبر النبي شعيب عليه السلام. معيتكم طبعا. الله يسلمك. شكرا لك. تفضل. سوق الحمام المعلم، إذا بتلاحظ المحلات حتى يعني حتى قربات المحلات نفس الشكل، حاولوا يعني هون في الصلت بالتحديد يحافظوا على هذا الموروث التاريخي. تحكي إيش عمره 200 سنة، بعدين هذا السوق كان يترددوا عليه كل الناس لأنه أصلاً هذا السوق كان ممر قوافل الحجاج. طب أطعميك شغلة زاكي؟ أي والله. تعرف الهريسة؟ الهريسة، الهريسة، أي هريسة. إيش بالنسبة لك الهريسة؟ اللي زي قريبة من الكنافة أول تقريباً. هسه هذا المحل من أقدم المحلات اللي بتعمل هريسة وكنافة. هذا المحل عمره أكثر من 150 سنة. خير؟ بيعمل هاي هذا الصنف. طبعاً توارثه دائماً تحمس أن أنت الأشياء هذه. لأ ذكرت التواريخ. طيب. أنا التواريخ هذه. تعال أذوقك. تفضل عمي. بدنا نذوق الهريسة عندك. تفضل. سلام. ذوق. هاي طبعاً بالسمن البلدي. بيني وبينك هاي الكنافة، خلينا نحكي الكنافة العادية الاعتيادية أو الهريسة الاعتيادية. الهريسة العادية. بسم الله. بسم الله. المخرج كان معي كوب قهوة وخذوا مني عشان التصوير. طيب هذه يبي لك كوب قهوة بس. يلا طيب يا رجل. صحة وهنا. بس مش شايف طلع عند المحلات حاولوا يطوروها ويرمموها، حاولوا يطوروها ويرمموها، ولكن لسه ماخذ الطابع القديم، الطابع الأثري. هذا هو البابور القديم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل. سلمي بديك. هذا هو فيد البابور القديم. هذا البابور هو عبارة، هاي مكان اللي بنحطه فيه الكاز أو السولار. غاز. غاز. هون. في غاز. أيوة. في غاز. تمام. وبهاي الطريقة تقول بنعشق له. الله يعطيك العافية. هيك وبعدين بتدكه كذا يرفع اكثر عشان يرفع النار. يرفع اكثر. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. هيك انت صرت تعرف البابور. خلاص هذا البابور. تفضل. هذا كم طوله تقريبا السوق؟ تقريبا من 200 ل 250 متر. يو يعني قدامنا مشوار. ولا مشوار ولا شيء، قربنا نوصل. قربنا نوصل؟ خلاص. احنا ما مشينا ولا 50. لا مو احنا ماشيين شوي شوي، بس اسمع اقول لك شغله. احنا لهون بكون خلصت جولتنا اليوم. خلصت وين؟ بالصلت. نرجع عمان؟ لا والله ما نرجع. ها
انا قاعد هنا اليوم. انا قايل لك انا عشان قلت اتصور. لا تخرب التصوير، احنا خلصنا اليوم جولتنا بس. علي يرحم شيبانك، انا علي انا جاي ضيف صح ولا لا؟ انت ضيف على راسي. على راسك صح، قلت على راسك. على راسك. وصلنا الى ختام برنامجنا هذا اليوم، خطوه عزيزه فيت. ونشوفكم على خير، مع السلامه. انا قاعد ما يستوي هذا الكلام يا اخي، تعال انا قاعد بالصوت علي. الله يصير هذا الكلام يا فهد. هذا البرنامج برعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية. الأردن مملكة الزمن. Welcome to Detroit.